بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الأول من المحاضرة الثامنة من المحور الثاني. سنتعرض في هذا المحور إلى بعض الأمثلة في الشير وما يستنتج منها من الديزاين considerations. معانا هذا الإكزامبل الأول، square bar، square cross section bar محملة بشد 800 نيوتن. السؤال هنا هو حساب الـ average normal stress والـ average shear stress، متوسط إجهاد القص ومتوسط إجهاد الإجهاد العمودي على المقطع AA وعلى المقطع BB. المقطع AA عمودي على المحور، المقطع BB بدرجة ميلان 60 درجة على المحور. بالنسبة للمقطع A، ليس هناك إلا القوة العمودية بقيمة 800 نيوتن، والقوة المماسة، ليس هناك قوة مماسة، ليس هناك قوة شير، وبالتالي تو افريج تساوي 0 كيلو باسكال، والسيجما تساوي فورس على اريا. الاريا هي 40 ملم ضرب 40 ملم، وشكلها المقطع شكله مربع، فالافريج نورمال ستريس على المقطع A يساوي 500 كيلو باسكال موزع حسب هذه الرسمة. بالنسبة للمقطع BB، هذا المقطع B حسب درجة الميلان الزاوية 60 درجة. طبعا طول المقطع، المقطع بي صار عنده طول وعرض، العرض هو نفسه 40 ملم، لكن الطول صار مختلف. ما هو 40 ملم؟ هنا ال 40 ملم وهنا ال 60 درجة، فطول المقطع صار كم؟ معنا من النقطة A إلى النقطة B كم يساوي؟ المسافة AB هي الوتر في هذا المثلث ABC، لو فرضنا هذه النقطة C، فالمسافة A، المسافة AB كم تساوي؟ معروف أنه ساين 60 درجة يساوي كم هنا؟ يساوي الضلع المقابل اللي هو AC تقسيم الوتر اللي هو AB. أول شيء الـ AC تساوي كم؟ تساوي 40 ملم، فصار معنا الـ AB يساوي ساين، صار يساوي الـ AC تقسيم ساين 60. مطلوب معرفة قيمة الـ AB حتى يتسنى لنا حساب المساحة، مساحة المقطع. لمعرفة قيمة النورمال فورس، القوة العمودية على المقطع B، والشير فورس، القوة المماسة على المقطع B، نستعمل قانون الاتزان condition of equilibrium. فنعمل إسقاط عمودي على X وإسقاط عمودي على Y، فيطلع معنا حسب في اتجاه الـ X سالب 800 نيوتن زائد الـ N ضرب ساين 60 زائد الـ V ضرب كوساين 60، وبالنسبة على Y V ساين 60 ناقص الـ N كوساين 60 درجة، ويطلع معنا N تساوي 692.8 نيوتن وال V 400 نيوتن. من الممكن استعمال طريقة ثانية وهو البروجكشن على X داش وواي داش. X داش تعمل مع X 30 درجة، ونفس الشيء بين Y وواي داش 30 درجة. فالإسقاط العمودي على X داش يعطينا ال N ناقص 800 نيوتن كوساين 30، وعلى Y داش يعطينا V ناقص 800 نيوتن ضرب ساين 30، ونتحصل على نفس الناتج. لحساب الاريا مثل ما تم شرحه في السلايد قبل السابق، طبعا هذه كلها المقطع بي بي، هذا هو طول المقطع، ليس 40 ولكنه 40 تقسيم ساين 60، وطوله 46.19 ملم. بالنسبة للنورمال استرس هو N على اريا، طبعا الـ N مثل ما حسبناها 692 نيوتن، والاريا الجديدة يساوي السيجما 375 كيلو باسكال. بالنسبة للطاو هي الشير الشير فورس تقسيم الاريا، الشير فورس اللي هي ال V تقسيم الاريا الجديدة يساوي 217 كيلو باسكال. الخلاصة هنا انه انطلقنا من قوة شد، ولكن لما نغير الاتجاه مثلا المقطع بي بي يصير معنا موجود النورمال ستريس والشير ستريس، أيضا ليس صفر.